خليني اروح مع حضراتكم بعد كده، وموضوع اتكلمنا عنه امبارح واتكلمت بالتحديد مع حضراتكم وقرينا المانشيتات اللي اتكتبت، وقلت لحضراتكم قد ايه الموضوع ده عامل يعني غضب شويه في الصحف الانجليزيه، لان الاتحاد الانجليزي لكره القدم هو بقى بناء عن اللي حصل امبارح ده وجه اتهامات لتوماس توخيل مدرب تشيلسي، وطبعا انتوني كونتي مدرب توتنهام لسوء السلوك اللي احنا كنا بنتكلم عنه امبارح بعد ما اشتبكوا في المباراة اللي هي كانت وصفوها بمباراة متوترة أصلا انتهت بالتعادل 2-2. طب ليه ده حصل؟ تاني نفكر حضراتكم في مشادة كانت بينهم امبارح أو في المباراة يعني، واضطر لاعبه وأعضاء الجهاز الفني في الفريقين للفصل بينهم. شوف موضوع أو مشهد برضو مش معتادين نشوفه من مدربين، ممكن كنا نشوفه من جماهير لكن من مدربين صعب. طرد الحكم المدربين، وهنا قال الاتحاد في بيان بيزعم أن تصرف المدربين كان غير لائق تماما بعد نهاية المباراة، ويمكن كمان المدربين كان الرد على هذه الاتهامات ليهم كان موجود حتى يوم او موجود هيدوم المساحه لغايه يوم الخميس اللي جاي. والاتحاد الانجليزي بيحقق ايضا في تعليقات المدرب الالماني، يعني بتكلم هنا عن توخيل، عن الحكم لما هو راح او يعني كان غاضب بسبب التحكيم او يعني بالذات حكم الفار وقتها. فده اللي حصل، وشيء برضو غريب عليه علامه استفهام زي ما احنا كنا بنتكلم يا كريم امبارح، لان مش السلوك اللي احنا نعرفه تاني عن مدربين البريمير ليج يعني. ده امر غريب، بس ده الجديد في الخبر بتاع امبارح. امبارح احنا عرضنا بس المشكله، النهارده بنتكلم عن الاتحاد يعني الانجليزي اخذ خطوه، لان ده بالنسبه لهم شيء اكيد مرفوض تماما. لو اثنين مدربين كبار والفريقين كبار في الدوري ده الغريب. مش معتاد ان احنا نشوف المنظر اللي حصل ده الحقيقه.